جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ننتقل إلى موضوع آخر ورسالة أخرى من الرياض، وباعثها مستمع رمز إلى اسمه بالحروف عين عين عين، يقول: أعمل في أحد المحلات التجارية، وكنت في الماضي أرفع ثمن البضاعة على الزبائن أكثر من حقها الأصلي، وأخذ الزيادة لي وأدفع ثمنها الأصلي لصاحب المحل، لكني الآن تبت إلى الله، أريد أن أبرئ ذمتي، ماذا أفعل؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. قد أخطأت في تصرفك هذا، وظلمت الناس حيث خدعتهم ورفعت أقيام السلع عليهم، وهنت أيضا صاحب المحل الذي تستغل بضائعه في هذه الخديعة. أنت آثم في هذا وظالم للناس وآكل لأموالهم بالباطل. فإن كنت تعرف هؤلاء الأشخاص الذين ظلمتهم وأخذت الزيادة منهم، فإنك ترد عليهم ما أخذت منهم أو تطلب منهم المسامحة. وإن كنت لا تعرفهم، فإنك تتصدق بقدر ما أخذت من هؤلاء الناس، تتصدق به على نية أن الأجر لهم، وأنت تخلص ذمتك من هذه الحقوق. الحاصل أن هذا أمر محرم، وأكل لأموال الناس بالباطل، وخيانة في الأمانة التي تمنت عليها. عليك بالتوبة إلى الله عز وجل، وعليك برد الحقوق إلى أصحابها إن استطعت، أو التصدق بها على نية أن الأجر لأصحابها المجهولين. نعم.